أطلع معاكم من الأخبار المميزة بعد هو موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة وربط المجلس تنظيميا بالمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري. والجدير بالذكر أن هذه الموافقة تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين والتزامها بنهج التطوير والإصلاح بما يتماشى مع توجه الدولة أعزها الله ورؤية المملكة 2030 في الاهتمام بالأسرة بكل مكوناتها كونها تمثل نواة المجتمع ومصدر نمائه وازدهاره. بالفعل أودة، زي ما ذكرتي نواة المجتمع، ودائما نعزز ونكرر ونشدد على هذه الجملة المهمة. الأسرة هي لبنة المجتمع ونواة المجتمع، وهي الأساس اللي بيخرج منه هذا الجيل اللي راح يكون قائد لهذا المجتمع ولهذه، خلينا نقول، في مناصب حساسة ومهمة في الدولة. عشان كده دائما نقول إن صلحت الأسرة صلح المجتمع، فضروري صحيح. جدا الاهتمام بهذه الأسرة وحل مشاكلها والترابط اللي فيها، التربية، تعزيز دور الأم، دور الأب مهم جدا. فالحمد لله بنشوف كثير من القوانين التي تسن لخدمة الأسرة أولا وحماية الطفل، وهذا أهم شيء في الموضوع. صحيح، يعني كمواطنين يمكن كثير نغفل أحيانا عن الاهتمام بالطفل أو الأطفال بشكل عام، واللي هم فعلا نواة هذا المجتمع، واللي هم مستقبل وجيل المستقبل، واللي راح يكون قادة في المستقبل. فخبر جميل ومميز كالعادة.